مساء الخير. ازيك يا ميكس؟ ازيك يا ميجو؟ ازيكم عاملين ايه؟ اخبارك انت ايه؟ طمني عليك. الحمد لله بخير، انتوا كلكم كويسين؟ كلنا زي الفل الحمد لله. رايك ايه في الموضوع ده؟ الخناقات اللي بتحتد جدا وبتوصل لمرحله الاكل ويمكن على اتفه الاسباب. والله انا شايف ان هو الخناقات ما تبقاش للاسباب اللي حصل عليها الخناقه في حد ذاتها، ولكن بسبب ضغوطات من بره هي اللي بتخلي الناس ما حدش يستحمل التاني حاجه. يعني ايه من بره يا مجدي؟ يعني هو يعني في شغله مثلا؟ ضغوطات المعيشيه، يعني ضغوطات معيشيه، ضغوطات الشغل، ضغوطات الشارع. حتى انا مثلا اروح شغلي بعيد عن بيتي حوالي ساعتين، فبروح في وسط الزحمه وبنفس المشوار وانا راجع، غير بقى مشاكل الشغل وغير كذا وغير كذا، فاكيد ببقى راجع طبعا مشدود جدا وعلى اتفه الاسباب. وده مش مبرر، بس انا بحاول الاقي السبب، يعني ان بيبقى الواحد على اقل سبب ممكن ينفجر، او على اقل موقف ممكن ينفجر. طب مجدي، يعني هل انت ممكن مثلا لو حصل خناقه ما بينك وما بين يعني شريكتك مثلا، وكانت على سبب تافه بس في الباطن هو مش سبب تافه وانت عارف كده، هل ممكن عندك الجرأه ان انت تعترف وتقول لها انا اتخانقت على حاجه تافهه جدا، وتتصالح وتعترف بخطأ؟ طبعا ده؟ طبعا طبعا. دي لا لا مسقف لمجدي. يعني الاعتذار من شام الرجال زي ما بيقولوا، ولو انا شايف ان انا غلطت ليه ما اعتذرش؟ يعني انا برضو ما بفهمش هو ليه الشخص اللي بيبقى شايف ان هو غلطان بيكابر انه يعتذر. على فكره يا مجدي دي تبقى قله ثقه بالنفس. طبعا طبعا، عشان الشخص لما بيبقى عنده ثقه بنفسه تمام بيعترف، هو بيعترف ان هو غلطان عشان كلنا بنغلط. بالظبط. لا في ناس هو بيحس ان هو اتهزم لما اعتذر. انا ازاي قلت او ازاي تراجعت؟ طيب مجدي، في واحده كاتبه عندنا على الفيسبوك بتقول ان جوزها اتخانق معاها خناقه كبيره عشان هي صحيت قبل ما هو يصحى، ومثلا في واحده عملت فرنش مانيكير فاتخانق معاها جوزها خناقه كبيره عشان هو ما بيحبش الفرنش مانيكير. يعني والله هو انا ايه؟ انا ليه اصدقاء او في واحده مثلا قالت لخطيبها براحتك، فخاصمها 3 4 ايام عشان ازاي هي تقول له براحتك مثلا؟ هو قاعد براحته بقى 3 ايام. هو انا ليه صديق يعني اتخانق مع مراته عشان ما تكويلوش الملايات اللي بينام عليها؟ يا نهار ابيض. وفي صديق تاني اتخانق عشان هو بيدوس على معجون السنان من تحت ومراته بتدوس عليه من النص. كل واحد يجيب معجون لنفسه. ايه ده؟ احنا كلنا عملنا كده اللي هو ايه؟ ايه ده؟ انا عنده اسباب قطعتهم. اقوى من اللي معايا. ما بقاش قطعتهم عشان الموضوع بقى صعب. يعني طب بقول لك ايه يا مجدي؟ اتفضل. انت بتحب الملوخيه ولا الباميه؟ لا انا بحب الملوخيه طبعا. يا سلام على هو ده الكلام. انا قلت والله في الاول يا مجدي قلت يعني هو حرام قتلها ليه، رغم ان الملوخيه احلى بكتير من الباميه. يبقى كده اول طبعا اول فوت الملوخيه. طبعا الباميه بتفرول لما تتغلي وبتبقى صعبه جدا. موضوع كبير قوي.